حكايتنا اليوم تهم كل عائلة تونسية، نحكيو على آفة ماشية وتزيد. حكايتنا اليوم تدور على سامي. اليوم أول نهار في رمضان والعائلة ملمومة، أما كأني حالته ما تعجبش. زعما شبيه؟ شبيك وحدك يا سامي؟ كيش حذانا؟ يا وليدي كل في عقلك، المات اللي مش هارد عليك. كاين نسيت القارص يا جماعة، خلينا مش نجيبه من الكوجينة. يا جماعة أنو سي سامي طلع محشش على الدخان وما نجمش يصبر عليه وصبر على الماكل. أي شوفوا معايا بالضبط كيف تصير الحكاية. الإدمان على الدخان السبب متاعه الأصلي هو النيكوتين. دوبا ما يجبد الجبدة اللولة متاع السيجارو ويستنشق الدخان يصير امتصاص النيكوتين في الرواري ويتعدى في الدم ديريكت في أقل من 10 ثواني. ماشي في بالكم مش يوقف غادي؟ لا، بعد ما يتعدى في الدم يمشي للمخ وين يتفاعل غادي مع متقبلات النيكوتين اللي فيه. وقت يصير التفاعل يخرج المخ مواد كيميائيه كيما الدوبامين اللي يخلق احساس بالراحه والشيخه في البدن. بعد نصف ساعه تحولك الكبد النيكوتين الى مركبات تاثيرها اقل من تاثير النيكوتين ويخرجوا عبر المجاري البوليه. الوقت يولي البدن والمخ يلوجوا على دوزات منظمه من النيكوتين باش يتجنبوا خروجه من البدن وباش ما يعيشوش الاعراض اللي رناهم عند سامي قبل شق الفتره. عكس اخته بيا وباقي العائله، الدوبامين عندهم يصير وقت اللي يعملوا حاجات يوميه يحبوها كما اللمه والضحكه مع العائله والماكله وغيره من الحاجات الاخرى. يعني ما هوش مربوط بالسيجارو كيما صاير مع سامي. اختار حياتك.